نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس للشباب: أحثكم على اختيار أسلوب حياة يقوم على الرجال. جلالة الملك يؤكد ضرورة التحرك فوراً لوقف إطلاق النار في غزة. الكاردينال بيتسابالا: لم أكن أتصور أن يندلع صراع من هذا النوع في الأرض المقدسة. كنيسة القديس يوحنا دي لاسال جبل الحسين تحتفل بعيد الطباوية ماري دي لا باسيون. حوار لنورسات مع المطران كريستوفوروس حول الوضع الراهن في غزة وموقف الكنيسة منها. وفيها أيضاً اللجوء الإنساني في الشدائد في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي جاء هذا العام بعنوان كونوا في الرجاء فرحين، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الشباب المسيحيين في العالم، دعاهم فيها للعمل من أجل التحقيق الكامل للسينودس الذي لا ينسى، وقال: أود أن أمسككم بيدكم وأسير معكم في درب الرجاء لأحدثكم عن أفراحنا وأمالنا وعن حزني وألم القلوب التي تتألم، مذكرا قداسته الشباب بأن المسيح نفسه هو لنا نور الرجاء العظيم والمرشد في ليلنا لأنه نجم الصبح المنير. فالرجاء يتغذى من اختياراتنا اليومية، لذلك أحثكم على اختيار أسلوب حياة يقوم على الرجاء، فلا يمكننا أن نكون سعداء إلا من خلال مشاركتنا مع الإخوة والأخوات للنعمة التي يمنحنا إياها الرب يوما بعد يوم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التحرك فوراً لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم دون انقطاع، وحذر جلالته من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد جلالة الملك على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها. وجدد جلالته التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وفي سياق آخر، اطمأن جلالة الملك عبد الله الثاني على كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي الأخير في محيط المستشفى والذي أصاب عددا من أفراد كادره الطبي. وأكد جلالته خلال اتصال هاتفي أن الاعتداء على الكوادر العاملة في المستشفى الميداني جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم. كما جدد جلالة الملك التأكيد على دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأشقاء في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردني المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين. وكان أصيب 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء قصف إسرائيلي أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم إلى قسم الطوارئ. الحمد لله على سلامتكم، للأسف صعبنا فترة بنحاول نتواصل معكم، فطمني عليك وعلى نشامك في المستشفى الميداني، كيفهم؟ الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. احنا سيدي الحمد لله بخير وفضل، الحمد لله، ومعنوياتنا عالية، والإخوان المصابين قدمنا لهم العلاج، والآن إن شاء الله عن القريب العاجل بتعافوا وبتشافوا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، بتسلم لي على الأبطال المصابين وبتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل وكل الدعم لك سيدي وجهود في جهودكم الجبارة من في خدمة وعلاج إخوانا في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، وهذا جزء من وقوف الأردن المستمر مع إخوانا في فلسطين. الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، احنا بخير سيدي ومعنوياتنا عالية، وإن شاء الله منوصل الرسالة الملكية السامية بالوقوف إلى جانب إخواننا في غزة إلى أن تنتهي هذه الحرب إن شاء الله يا سيدي. إن شاء الله إن شاء الله. والاعتداء على كوادرنا الطبية كانت جريمة بشعة، وسنتخذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم. أنا وحسين إحنا معكم، وكل الأردنيين فخورين فيكم، نشامى الجيش العربي ما شاء الله، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية.
الله يبارك فيك يا سيدي، الله يسعدك ويطول عمرك ان شاء الله ويخليك ذكر لهذا الوطن والجيش العربي ان شاء الله سيدي. تحياتي للنشامه، معنويه عاليه، وبنشوفكم ان شاء الله بوقت قريب جدا. ان شاء الله سيدي يوصل سلامك، والان انا راح اوصل سلامك سيدي للجميع. الله يحييك، معنوياتنا دائما. الله يحييك، سلم لي عليهم ودير بالك على حالك، واي شيء بدكم ضلكم على اتصال معي. الله يقويك يا سيدي، الله يقويك جلالتك. طيب بارك فيك، يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك، الله يعافيك يا سيدي، يا هلا. خلال زيارته للأردن أكد غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين أنه لا يمكن أن يكون للقدس وضع خاص دون وجود جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة. وأضاف خلال مقابلة مع قناة المملكة أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الفلسطينيين ومستقبل القدس دون وجود الأردن. وعلى صعيد الأوضاع في غزة قال غبطته أنه لم يكن يتصور يوما أن يندلع صراع من هذا النوع في المنطقة. ورأى نيافته في مقابلة مع صحيفة رومانو الفاتيكانية أن ترميم ما هدم في قطاع غزة سيتطلب وقتا طويلا وجهدا عملاقا. وتساءل غبطته خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى قبرص كيف ينبغي أن نعيش كمسيحيين في هذه الأوضاع الصعبة رغم أن هذا الصراع سينتهي عاجلا أم آجلا، لكن نتائجه وانعكاساته ستكون وخيمة والأمور لن تكون كما كانت في السابق. نزاع ما يجري في الأرض المقدسة وفلسطين والعالم من حروب وعنف، أجرت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية نورسات الأردن وفلسطين مقابلة خاصة مع سيادة المطران كريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس رئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة في ظل الحرب الأليمة والمستمرة في قطاع غزة وموقف الكنيسة إزاء هذه الحرب ودورها كذلك في مساعدة الناس المتألمين، إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى متعددة. فإلى الحوار. فدائما عندك هذا الحس لبناء الإنسان إن كان روحيا إن كان جسديا تنمويا، دائما تسعى إنه مربوط ما بين الروحي والجسدي. يعني القداس الإلهي هو المكان اللي بنتفاعل فيه مع محبة الله لإلنا. أين موقف الكنيسة وأين موقف المسيحيين مما يجري في غزة؟ موقف الكنيسة دكتور هو ثابت على الأرض. نعم. الكنيسة هي جزء لا يتجزأ من المواطن الفلسطيني. أوه. والمثلية أنا برفضها. من آخر 200 سنة اتعرضت استهدفت المسيحية أن تفتت أكثر. هل جمع التبرعات وهيك هي هي دعوة الكنيسة لمشاركة أخيه في الألم؟ قد رسالة بنوجهها، كيف نحن بدنا نفرح وأخونا بيموت أو بعدنا بيموتوا؟ ما مستحيل. كيف سنعيش أو كيف ستبدو لنا الحياة ما بعد غزة؟ نحن نقف خلف القيادة الهاشمية جلالة الملك، عشان هيك رسالة الكنيسة هي رسالة يقظة استعداد ورجاء. وجه مجلس رعاة مطرانية القدس الأسقفية رسالة خاصة بمثابة صرخة ضمير بخصوص الأوضاع الإنسانية العصيبة التي تلم بالشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ودعا رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس المطران حسام نعوم مجلس رعاة المطرانية إلى عقد اجتماع يتركز على الصلاة والتأمل وما تواجهه الخدمة من تحديات في ظل الظروف التي يعيشها المؤمنون، وذلك انطلاقا من إيماننا المسيحي بأن الله قد كلل الإنسان بالمجد والبهاء وخلقه على صورته ومثاله ليعيش بكرامة دون تمييز أو تفرقة عرقية أو دينية، كما رفع أعضاء المجلس الصلاة من أجل السلام الشامل المبني على الحق والعدل والمساواة ومن أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والصراعات وسفك الدماء حتى يصل إلى جميع بني البشر صوت الكنيسة وصوت المسيح الذي ينادي بالمحبة والتآخي بعيدا عن العنف والتعصب والانغلاق ورفض للآخر. بالتزامن مع يوبيلها الماسي ومرور 75 عاما على تأسيسها، احتفلت كلية ترسانتا بتكريم طلبتها المتفوقين ومعلميها القدامى الذين خدموا فيها لأكثر من 20 عاما. جرى ذلك برعاية كريمة من الرئيس العام لرهبنة الفرنسيسكان
قدس الأب فرانشيسكو باتون، وسفير الكرسي الرسولي للفاتيكان المونسنيور جوفاني دالتوزو، ومدير عام كلية ترسانتا قدس الأب رشيد مستريح. شهد الاحتفال قدس الأب إبراهيم فلتس نائب الرئيس العام لرهبنة الفرنسيسكان وعدد من الرهبان والرهبات وأولياء الأمور وأعضاء أسرة الكلية الإدارية والتدريسية. تخلل الاحتفال الذي أقيم على مسرح الكلية تدشين مبنى التوسعة الجديدة لمباني الكلية، إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية من أداء طلبة الكلية الذين عبروا فيها عن مشاعر التضامن مع أطفال غزة والحزن على ضحايا الحرب الأبرياء، متمنين من الله أن يعم السلام عليهم وعلى العالم أجمع، إضافة إلى كلمات الطلبة المكرمين باللغة العربية والإنجليزية استذكروا فيها كل من ساهم في تفوقهم وإبداعهم. ثم ألقى مدير عام الكلية الأب رشيد مستريح كلمة عبر فيها عن فخره بالطلبة المتفوقين ووصفهم بأنهم رائعون ويستحقون الأفضل، كما أعرب عن اعتزازه بالمعلمين القدامى الذين حملوا رسالة السلام والخير وساهموا خلال مسيرة عطائهم بتربية وتعليم أجيال متميزة خدمت الوطن على مر السنوات. وبعد الاحتفال تم تدشين ومباركة مبنى التوسعة الجديدة الذي أنشأته الكلية هذا العام، والمؤلف من 3 قاعات للنشاطات وصالات للاجتماعات والأنشطة المدرسية ومظلة للطلاب في الشتاء والصيف. ومن ثم تبادل الحضور التهاني في جو أسري مليء بالبهجة والمحبة. أقامت كنيسة القديس يوحنا دي لاسال جبل الحسين قداسا احتفاليا بمناسبة عيد الطباوية ماري دي لاباسيون، مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات مرسلات مريم. ترأس القداس كاهن الرعية قدس الأب إبراهيم نفاع وبمعاونة قدس الأب زيد حبابة كاهن رعية الكلداني في الأردن، بمشاركة الرهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم وسيدات الأخوية التابعة للرهبنة وجمع كبير من أبناء الرعية. وفي عظة القداس الذي أحيته جوقة الكنيسة الكلدانية بألحانها وترانيمها الشجية، تحدث الأب نفاع عن حياة القديسة لابسيون وروحانيتها ومبادئ الرهبنة التي تأسست على العفة والمحبة والبذل والعطاء. وفي نهاية القداس ألقيت كلمات شكر للحضور على تفضلهم بالمشاركة في هذا الاحتفال الإيماني البهيج. وفي سياق آخر، احتفلت رهبانية الوردية المقدسة في الأردن بعيد القديسة ماري ألفونسين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة عدد من الأباء الكهنة. وقد حضر القداس الذي أقيم في دير كنيسة بيت الزيارة للرهبات الوردية في ضبوق بعمان، وشاركت به جوقة مدرسة رهبات الوردية عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات من مختلف كنائس المملكة وجمع حاشد من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن سيرة القديسة ألفونسين وشفاعتها وكيف استطاعت أن تشق طريقها إلى القداسة بنعمة الله. عاشت هذه الصعوبات فعلاً بروح التقوى وبروح الإيمان، من خلال حياتها، من خلال انتقالها من رعية إلى رعية، من خلال حياة الفقر اللي كانت موجودة، ومن خلال ما حد كان يعرف أنها هي اللي أسست الرهبنة، وبحسب طلب مرشدها أنه ما تحكي لحد عن الظهورات ولكن تسجل كل شيء. فعاشت في الصمت، عاشت في الهدوء، وعاشت في الاتكال. ولما صارت رهبنة ما كانتش رئيسة عامة في البداية للرهبنة، ولكن هي اللي أسست فعلا هذه الرهبنة. عاشت حياة تقشف، حياة فقر، خصوصا لما كانت تنتقل من رعية إلى رعية ما كانش في أديرة لسه جاهزة. عاشت فعلا حياة فقر ولكن حياة تقوى ورسالة، ورسالة، وهذا اللي بنشوفه في كل حياتها. من كلماتها: الحب قوي كالموت، الحب يجعلنا نقدر الفقر ونصبر على الجوع والبرد ونفرح بالإهانة ونرضى بالمرض ونقاوم التجربة ونتحمل الاضطهاد. الحب يحثنا على مساعدة القريب في جميع احتياجاته. اختتمت الجمعية الوطنية لمدراء الحج المسيحي الفرنسي مؤتمرها 75 الذي عقد في معمودية السيد المسيح في المقطص بحضور 175 من مدراء الحج الفرنسي،
وقال وزير السياحة والأثار مكرم القيسي إن انعقاد المؤتمر في الأردن أثرى السياحة الدينية وعزز الحج المسيحي والرحلات المتنوعة إلى الأردن، مشيرا إلى أن اختيار الأردن لإقامة هذا الحدث المهم يؤكد مكانته الدينية المسيحية، وهو من شأنه أن يدعم استراتيجية التسويق للسياحة الدينية المسيحية إلى المملكة وأثرها في زيادة أعداد السياح. وخلال المؤتمر أكد مدير عام المغطس رستم مكجيان أهمية هذا الموقع بما يحمله من رسائل مهمة كالوئام بين الأديان وبناء جسور المحبة والسلام للإنسانية جمعاء. وتضمنت فعاليات زيارة لمدراء الحج المسيحي الفرنسي في الأردن إنشاء شراكات مستقبلية، إضافة إلى التجربة الروحانية في أرض القداسة وزيارات متنوعة لمواقع أثرية داخل المملكة. إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت جالة تقع بئر عونة، ولهذه البئر مكانة تاريخية ودينية واجتماعية، فإلى جانب اعتماد أهل المدينة على مياهها لري أشجارهم فهي لها ارتباط قدسي بالسيدة مريم العذراء التي مرت منها مع يوسف والطفل يسوع ليستريحوا ويرتووا من مائها. كاميرا نورسات زارت موقع البئر وأعدت التقرير التالي. من هنا ومن هذه المنطقة التي يطلق عليها بئر عونة يقع بئر عونة أو بئر المساعدة. هذا البئر الذي يعتقد بأن السيدة العذراء وابنها الطفل يسوع قد شربوا من البئر أثناء هروبها إلى مصر، ويذكر أنه امتلأ بالماء بطريقة عجائبية عند وصول السيدة العذراء إلى المكان لأنه كان فارغاً، فارتوت والطفل يسوع، ويقال بأن ركبة ويد السيدة العذراء طبعت على الصخر على فوهة البئر، ومنذ ذلك الوقت وما زال قائما حتى يومنا هذا. هذا البئر كان المصدر الرئيسي لحاجة الأهالي من المياه منذ 2000 عاما حتى اليوم، حيث كان الأجداد يروون البساتين منه وكذلك الشرب والبناء والاستفادة منه ولأغراض عديدة. هذه المنطقة أثرية جدا وتاريخية جدا أيضا، ليس فقط لأهالي بيت جالة لكن أيضا في الكتاب المقدس، وتخصصا هذا الحديث يأتي من العهد القديم. ذكر في العهد القديم لأول مرة هذا البئر لما ملك أشور أجا يحتل فلسطين أي الأراضي المقدسة، فتمركز جيشه في هاي المنطقة وفي هذا الوادي، حتى أطلق على فترة من الزمن أنه بئر سنحاريب نسبة لملك أشور اللي احتل أورشليم. ويقال أيضا أنه هذا البئر شرب منه الجيش اللي هجم الأورشليم القدس، وصار عندهم نوع من التسمم فحلوا الحصار لفترة زمنية معينة. من أجل هذا سمي أيضا بئر عونة أي بئر الغنم وبئر سنحاريب في نفس الوقت. خلف هذا البئر في وادي بيمتد من هون لحديد المالحة، هذا الوادي اسمه وادي أحمد لكن هي كلمة آرامية كمان، وادي الشكر أي أحمد الله الشكر، لأنه في ذاك الوقت لما الملك سنحاريب فك الحصار عن أسوار القدس اليهود فرحوا في ذاك الوقت وسموا وادي أحمد وباب وطبعا بئر سنحاريب لأنه نسبة أنه سنحاريب. بنيجي إحنا اليوم في العهد الميلادي، إحنا بنعرف أنه والدي الله العذراء مريم أتت من الناصرة حتى تكتتب في بيت لحم، وصار الولادة في بيت لحم. فحياة عذراء مريم في منطقة بيت لحم ما كانت عبارة عن يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، حسب ما بنعرف من الإنجيل إنه هيرودس طلب قتل الأطفال من عمر يوم لحتى سنتين أو من سنتين إلى دون. فإذا العذراء قعدت وتجولت وتنقلت من بيت لحم القدس في خلال هذه السنتين، وطبعا احنا بنعرف التنقل كان صعب على الناس انهم يحملوا معهم مي، فكانت من مدينة لمدينة تطلب من اهل المدينة ان يشربوا مي. كانت العذراء مريم مع الطفل يسوع المسيح ربنا وإلهنا، وطبعا مع مرافقها البار يوسف، كانوا يتنقلوا من بيت لحم للقدس عن طريق
خلنا نقول واد أحمد لأنه من هنا أقرب طريق للقدس، فكانت تيجي هنا عشان تطلب من أهل نقول القرية مي، أو تطلب حتى أنه تسقي الطفل تخفف عنه حر الصيف. فأهل المدينة ما كانوا يتعاملوا مع الغرباء، وطبعا اليهود عندهم عادات أنه التواصل الاجتماعي تواصل قرابة، فكانوا ينفروا من الغريب لأنه ممكن يكونوا وثنيين أو غير مؤمنين. فلما العذراء شافت أنه مرفوضة من المجتمع الموجود في هذه القرية، أجت على البير، ركعت على البير وحطت إيديها على حمرة البير، فما كان إلا أنه يسوع المسيح في هذا الوقت طلب من المية إنها تطلع من المنبع الأساسي اللي هو على عمق 13 متر من الأرض اللي احنا واقفين عليها، تطلع لحديت الحمرة ويشرب الطفل وتسقي أمه. وطبعا رفيقهم كان البار يوسف، وطبعا المية رجعت لأعماقها بعد هذه العجوبة. وكما نرى تظهر آثار الحبال على الفوة الصخرية العليا والتي كانت من خلالها تسحب المياه، وهذه دلالة على قدمها وكثافة استخدامها على مر العصور. البناء الحالي الموجود زي ما تشايفينه هو عبارة عن غرفة عربية كانت مسكرة من الأربع جهات، لكن بعد ما مشروع ترميم منطقة بيرعونة سياحيا كشفوا حتى يكون في منظر أدبي ومنظر جميل جدا للسياحة. نتأمل هذه السياحة تتطور في بيت جالا وخاصة في منطقة بيرعونة. في سنة 1867 إذا ما بنعرف بيت جالا مكونة من عشائر ومن حمايل ومن الحارات الخمسة، فهاي المنطقة تنتسب لحارة الدير وحارة الكنيس، أي إنه لما البجاجلة كانوا لاجئين ييجوا من مناطق أخرى على هاي المنطقة خوفا من الحروب التركية، فاستوطنوا وتوطنوا وأخذوا أراضي من البطركية. فما كان من بطركية الرومان أرثوذكس إلا أنها تحافظ على أراضيها وعلى عقاراتها، وكان هذا البير من أحد العقارات الموجودة في هذه المنطقة وانبنت عليه هذه الغرفة الأثرية في سنة 1867، وكانت دخل الوحيد للمياه في بيت جالا. طبعا في ينابيع كانت تشح من فترة لفترة، لكن هذا البير كان دائما متوفر المياه، هو البير الوحيد اللي سقى كل بيت جالا، البير الوحيد اللي كتير بجاجلة في سنة 1914 في الحرب العالمية الأولى توفرت لهم مياه من هذا البير، وبنوا أيضا من هذه المياه بيوتهم اللي احنا بنشوفها البيوت القديمة حول بيرعونة، وكانوا كتير ينقلوا هذه المياه على الدواب ويبيعوها طبعا للميسورين حتى يسترزقوا من وراء هذه المياه. هذه المياه طبعا موجودة في جورة أو في مكان عميق موجود في البير، اليوم حاطين فيه مطور لسحب المي، لكن في ذاك الوقت كانت المياه أكثر غزارة من اليوم اللي احنا عايشين فيه، لأنه ما في استهلاكات سكنية زي اليوم، كانت المياه ترتفع أكثر وأكثر، عشان هيك كانوا في الدلو أو في الوعاء السطل الموجود معهم كان يرموه يطلعوا يا بالحبل زي ما انتم شايفين الحبال كانت عريضة، أو في الزرودة اللي كانت تمسك السطل حتى من ثقله ومن بعد وعمق البير. طبعا احنا بنقدر زي ما قالوا لي بعض الروائيين أو القدماء أو الموجودين حواليا من جدودهم أنه تحت في الحمرة الأصلية، لأنه تراكمات الزمن والأرض كتير ارتفعت مع الطمم، الحمرة الأصلية هي هناك موجودة ركبة العذراء، وهناك موجود مكان وضع اليد لستنا مريم في أسفل البير. بلديتنا بتعمل على تطوير هذا الحي، على عمله منطقة دولية ليس فقط سياحية مكانية أي محلية تسويق، لكن أيضا عملتها
دول أخرى. فمثلا في قبل 2019 عملنا افتتاح مع توأمة مع ألمانيا، وعملنا هذه التوأمة هنا في بيت جالا، وطبعا اسم التوأمة مع ألمانيا أطلقت عليها ساحة ستراد برانز بيتشا مع بيت جالا. وهذا التطور ما أجا من الفراغ، لأنه بيت جالا هي منطقة تنتمي للخط السياحي مع بيت لحم، مع بيت صحور، مع الرعوات، مع مرسابة. طبعا ما قليلة بيت جالا، هي معلم تاريخي جدا جميل، هو مغارة القديس نيكولاوس، كنيسة القديس نيكولاوس الأثرية السياحية. حاولنا وبنحاول نعمل من هذا البير منطقة سياحية، لكن الظروف الاقتصادية اللي مرت في الكورونا في الواء حاليا، احنا في وضع طبعا اقتصادي، وضع لا يسمح، لأن الوضع الحرب الموجودة مع أخوتنا في غزة لا تسمح أن نطور السياحة، لأن السياحة طبعا أغلقت أبوابها حاليا. لكن نتأمن البلدية تدعم هذا المشروع، تعطيه اهتمام، تعطيه شخصية اعتبارية حتى يكون مسؤول عن هذا البير. وممكن لأنه زي ما انتم شايفين عليه المعلم صليب تاريخي، ولأنه هذا كان عبارة عن، ممكن نقول نقدر نعمله مصلى صغير يوم في الشهر، انه كمان اهلنا بيت جالا يرجعوا يتعرفوا على تاريخهم، يتعرفوا على المي اللي كانت يوم من الايام هذه المي هي مية الحياة. فنتأمل من البلدية ومن رجال أعمال عمال الخير إنهم يوجهوا أنظارهم كمان إلى هذا البير. عام 1867 بنيت غرفة صغيرة على البئر للمحافظة على مكانته وقيمته الكبيرة، لأنه إرث ومزار. هذا المكان له مكانة مميزة من عدة زوايا دينية وتاريخية واجتماعية، فهي منبع ذكريات كونه مرتبطاً بالسيدة العذراء عليها السلام. للنورسات مارلين الحدوة من منطقة بئر عونة بيت جالا. أطلق المركز اليسوعي دورة ثانية تحمل عنوان لاهوت الأيقونة، وهو من سلسلة لقاءات برنامج الدراسات الكتابية واللاهوتية الذي نظمه المركز بالتعاون مع مطرانية اللاتين في الأردن. وقد قدم هذه الدورة الأستاذ إيليا مدانات المتخصص في فن كتابة الأيقونات والحاصل على درجة الماجستير من اليونان. ومن خلال هذه الدورة تم توضيح الأسس اللاهوتية التي تتضمنها بعض الأيقونات، مع توضيح المبادئ الصحيحة والرموز المستخدمة في كتابة الأيقونات. على عكس ذلك بحاول انه يقرب الشكل تبعه او شخصيته، وبيهتم بصورته الخالده كيف راح يكون هو بعد ما تقدس هذا الشخص. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتوره باسمه السمعان بمرافقه روحيه من الابجور شرايحه حلقه متميزه بعنوان اللجوء الانساني في الشدائد. وقد ناقشت الحلقة دور الكنائس في استقبال الأشخاص المهجرين في ظل اللجوء القسري وقت الحرب، كما تطرقت إلى ما جاء في الكتاب المقدس عن الحروب. فإلى هنا، الكنيسة دائما حاضرة في وقت الشدة، في وقت الألم، وطبعا رسالتها رسالة إنسانية إنها تساعد الناس يقدروا يتخطوا هذه الصعوبات. ذكرتيني دكتورة بالأيام أحداث سقوط الموصل، عمليه كتيب اذا بتتذكري. نعم. اخلاقيات العمل الكنسي. نعم. وحطينا فيهم هاي الامور انه كيف تتعامل باخلاقيه الكنيسه. نعم نعم. صباحك نور استاذ وائل. يسعد صباحك. شكرا لك ولوقتك، انا بعرف انه عندكم وفود ووقتك ثمين، كنا حابين تكون معنا في الاستوديو لكن باتصال هاتفي يعني بيقضي الوقت، لكن إن شاء الله بنستضيفك بعد الانتهاء من زيارات. بيشرفني أكيد. طبعا وائل سليمان، سيد وائل سليمان مدير عام كاريتاس الأردن، وللي ما بيعرفوا يعني، بس أكيد الكل بيعرفوا عنا هون بالأردن، وجهوده طبعا مش مخفية، فدائما هو حاضر إنسانيا أخويا، وأيضا كمان في الوقت الشدة والصعاب دائما
حاضر. وأعتقد كمان عندكم الدورات التدريبية والتوعوية والتنمية البشرية وأيضا مشاريع الإنتاجية، فيعطيك العافية أستاذ وائل. صباحك نور، صباحك نور أبو فادي. الله يخلينا إياك، أخذنا من وقتك وأنا عارف أنت وين. لا يعني لا أبونا، لا يا حبيبي حبيبي أستاذ وائل، نحن في موضوعنا اليوم عن الدعم الإنساني وقت الشدائد، وهذه رسالتكم أنتم ككاريتاس وأيضا كمنظمات إنسانية في وقت الشدة بيكون عملهم دائما مكثف، ولكن جوهر هذه الخدمة أستاذ وائل تعطينا يعني موجز عن لما تقومون به ونتدرج، ومن ثم أيضا الآن شو رسالتكم بخصوص الوضع القائم في مع فلسطين الأراضي المقدسة وبالأخص مع غزة؟ هلا أكيد أول شيء يسعد صباحكم، يسعد صباح كل الأشخاص اللي عم بسمعونا اللحظة هاي. الله يسعدك. الكاريتاس مثل ما الكل بيعرف هي مؤسسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، هي ذراعها الأيمن للعمل الإنساني والاجتماعي. أكيد المؤسسة اليوم مثل كل مؤسسات موجودة بالأردن أو موجودة بأي منطقة بالعالم اليوم بتمر بصعوبات وتحديات. العالم عم بتغير، الاقتصاد عم بتغير، فأكيد حتى العمل الإنساني مع الأسف عم بتغير، لأنه اليوم الحالة اللي عم نعيشها بالأردن اللي هي الوضع من سيء لأسوأ، لكن التمويل من سيء لأسوأ. نعم. نحن اليوم بفضل ربنا، بفضل المجهود الكبير لفريق كبير موجود بكاريتاس، احنا 370 موظف موجودين ب 17 مركز طبي واجتماعي وانساني. نحن نستمر بخدمتنا لكن اكيد مش بالحجم اللي كان موجود بالسنوات الماضيه بسبب الظروف اللي عم بتمر فيها المنطقه، بسبب الظروف اللي بتمر فيها العالم. فمع الاسف صار في حروب، صار في مشاكل بالعالم بتتطلب من الممولين يتحركوا مع هاي الظروف، لكن نحن لساتنا ثابتين. وانا دائما بعيد بكفي نفكر بال 370 عيله اللي موجوده بكاريتاس وهم بيشتغلوا، لكن الخدمات موجوده، خدمات طبيه، خدمات انسانيه، خدمات زي ما تفضلتي توعويه، عندنا برامج هائله، خدمات بالارشاد، وعندنا بعض المشاريع النوعيه بموضوع الموسيقى، العلاج من خلال الموسيقى، العلاج من خلال الفن، وهلأ في عنا مشروع جديد العلاج من خلال الرياضة. كلها مشاريع كمان هاي نوعية، وأكيد منكمل ندعم طلاب بالمدارس، طلاب بالجامعات. لكن الإشي اللي أنا دائما بعيده وعدته بحلقة بقناتكم المحترمة بنورسات، لما أنا خبرت إنه اليوم نحن ما عندنا الإمكانية لتغطية كل الحالات اللي بتدق باب كاريتاس، مع الأسف نحن قادرين نتجاوب مع نسبة مئوية بناء على المشاريع المتوفرة بكاريتاس. فعلا كانت عندنا كثير في تواصل وقت المهجرين العراقيين، وأيضا وقت السوريين بمخيم الزعتري، وكان في عندنا تنسيق ما بين نورسات وبين الأستاذ وائل مع كاريتاس لننظر الوضع القائم في كيف الخدمة، ممكن نقدر نساعد، نقدم محبتنا ونقدم ما يتوفر من إمكانيات. فأنت كمان أبونا كنت كمان عندك مستضيف في كنيستك بمرج الحمام لما كنت كاهن رعية هناك، كنت فاتح القاعة للمهجرين العراقيين. نعم صحيح، خبرة روحية لا تنسى. نعم. على مدى الحياة وعلى ضوءها كنت بحكي قبل الاتصال، عملت كتيب عن أخلاقيات العمل الكنسي. نعم. من خلال خبرتي مع هدول الأشخاص اللي يعني كنا إخوة مع بعضنا البعض أكثر من أنه هم ضيوف، لأنه الفترة طولت والإقامة طولت وكنا نأكل ونشرب مع بعض، فاختبروا اهتمام الناس بطريقة جذابة إذا جاز التعبير. نعم. زي ما تفضلتي قبل شوي، الأردنيين كمان نص الشعب من أصول فلسطينية ضاقوا التهجير. نعم. ولذلك اليوم بيكونوا متعاطفين أكثر الأردنيين من أصل فلسطيني، والأردنيين العشائريين اللي هي من نخوتهم ومن من في جيناتهم مزروعة إنه إغاثة الملهوف. وإحنا كمسيحيين يعني كنتم مريضا فزرتموني، كنت جائعا طعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني، يعني هاي فحوى الرسالة يسوع المسيح. نعم. هي خدمة اللاجئين،
ويعني بال 2014 ذكريات لا تنسى. كان في عدد أطفال كبير عندنا بالمخيم الكنيسة، ولما بتذكر حضرتك كمان لما كنت تيجي وتشوف الأطفال اللي هم قعدوا فترة طويلة بدون مدرسة، بعدين رجعت جمعية الهدف استطاعت إنها تأمن لهم مقاعد دراسية. قبل هيك لما كنت تحملي لهم الشاشات الصغيرة والآيبادات والشغلات، اللي أفكر أنا أقول الدكتورة شو هالعاطفة الأمومة اللي قاعدة بتفكر بالأطفال بهالإشي، ويعني في الظروف اللي هم فيها إنهم يمسكوا الجيمز ويحضروا ويلعبوا، وجبنا لهم إنترنت بدعم من حضرتك بهذيك الفترة. فكمان حضرتك يعني حسينا في عاطفة أمومة عالية جدا معهم، ولليوم بعدهم هم انتشروا بالعالم خصوصا باستراليا الأكثر العدد منهم، كلهم معي ومعك على السوشيال ميديا، وإن شاء الله يكونوا بحضرون إذا رجعت هلا بتوقيتهم، هي عندهم وقت مناسب يعني بيكون عندهم بالليل الليل سهرانين، هلا سهرة الليل بتكون عندهم، فممكن يكونوا عم بحضرونا. فهي اختبارات عظيمة جدا انه الانسان يتخلى عن انانيته، يتخلى عن مركزيته ببيته بعيلته، بس بهمني انا، يقدر يطلع للناس اللي برا. هاي كمان مش سهل يعني، مش سهل صح ابونا، وكتير مهم الانسان اللي داخله الطيبة والمحبة، اللي متربي على المبادئ المهمة والأساسية في إن كان بتعليمه المسيحي، إيمانه، بتربيته، كتير مهم نربي أولادنا أبونا على هذا الشيء، يعني على العطاء ومحبة الآخر والبذل، وإنك تساعد بإمكانياتك إن كانت مادية إن كانت معرفية إن كانت يد العون المساعدة في إنجاز بعض المهام، الوقوف مع الآخرين، بس توقف معهم وتكون بحنيتك وبكلامك المحب، وإنك تعطيهم الأمل والرجاء إنهم مش لحالهم هن بهذا المصاب، إنه كلنا مع بعض يعني مشاركين. فبحس الواحد بقولك همه بيأسمه على الآخرين، فبيبطل هذا الصليب الثقيل. فإخوتنا اللي بيغز وأخوتنا اللي عم بيعانوا من هذا الصراع، وإحنا منقول كل إنسان متألم بغض النظر يعني فلسطيني أو غير فلسطيني، يعني إحنا كل إحنا ضد الألم بحد ذاته. والحرب أنا إحنا بنعتبرها زي ما قال قداسة البابا هي خسارة، ومين اللي رابح فيها؟ مصنعي السلاح. هذا ما جاء في رسالة قداسة البابا مؤخرا، أن الرابح في هذه المسألة هو مصنعي السلاح. وكان دائما قداسة البابا يوجه برساله عدم التسليح والاهتمام بتسليح الإنسان إيمانيا ومبادئ روحيا، ولكن تسليح الحربي في هاي آلات الدمار هي بتدمر البشرية وبتدمر الإنسان قبل ما تدمر مدن وبلاد. فمعنا اتصال من الأخت ماري حتر. صباحك نور صديقة البرنامج. صباحكم نور ومحبة وسلام إليك دكتورة ولأبونا. الله يسعدك يا رب. أقول دكتورة ونحن نلتجئ إلى الرب نطلب الرحمة من الآب السماوي، علينا أن نتذكر مسؤولياتنا الإنسانية أمام قوله كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. نتذكر مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه القريب. نتذكر في ظل هذه الحرب الوحشية كيف هذه الحرب اللي بيدفع ثمنها الأبرياء. الحرب شيء بشع والكل يدفع ثمن بخسائر ويدفع الأرواح والدماء، والجميع يخرج من الحرب خاسر. أقول دكتورة يعني أنا أولا اسمحي لي أقول بالنسبة للجوء، الأردن تحمل الكثير منذ حرب 48، النكبة، النكسة 67، اللجوء العراقي، اللجوء السوري، تحمل موجات كبيرة تفوق الموارد، يعني إحنا بلد شحيح الموارد. نعم. ولكن الأردن كان دوما السباق والرائد في القيام بدور الإنسان تجاه الأشقاء العرب، فنحن نفاخر بهذا الدور ونفاخر بدور قيادتنا الحكيمة اللي كانت يعني الإنسان أغلى ما نملك، يعني هذه قيمة رسخها صاحب الجلالة رحمه الله الملك الباني الملك حسين، ونحن لازلنا نسير على نهجه وخطاه. نعم.
أقول إنه يعني هذا يعني وأنا أشاهد كل يوم هذا الدور الكبير للأردن وقوافل المساعدات تدخل وتعبر إلى نصرة وصمود الشعب في غزة والشعب في فلسطين. أرى ولي العهد حفظه الله ورعاه وهو يقف مباشرة على إيصال هذه المعونات الإنسانية. أشعر بالفخر أني أردنية، أشعر أنه انتمائنا لهذا الوطن يستحق منا أن نقدم الدعم وأن نقدم الانتماء الحق والمواطنة. المواطنة لا يكفي أن تكون شعار، المواطنة يجب أن تفعل وأن نقوم كلنا. يعني أنا أرى اللجوء إلى الكنائس، يعني سمعت بنابلس ومناطق كلها الكنائس، وبرضه بالوقت اللجوء العراقيين وأبونا كمان شاهد، يعني أذكر أنه فرغ بيته حتى يعطي لست ولدت بهذاك الوقت لما زرته أنا ومعالي وزيرة التنمية ريبع وحسان. مظبوط. فنحن لا إنسان يأخذ من هذه الدنيا شيء، كنا نخرج منها كما أتينا، ولا الشيء الجميل ما نتركه من أثر. يعني أنا إذا كيف يعني أكون للقريب، يعني إذا يعني كيف إحنا بدنا نحكي إحنا بنحب الله والقريب اللي بجنبنا مش حابينه، مش مقدمين له الرحمة، مش مقدمين الإنسانية. فمن خلال منبر نور سات هذا الذي يدخل الرحمة، أوجه نداء إلى كل إنسان قادر في ظل هذه الظروف الحرب الاستثنائية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس للشباب: أحثكم على اختيار أسلوب حياة يقوم على الرجاء. جلالة الملك يؤكد ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة. الكاردينال بيتسابالا: لم أكن أتصور أن يندلع صراع من هذا النوع في الأرض المقدسة. كنيسة القديس يوحنا دي لاسال جبل الحسين تحتفل بعيد الطباوية ماري دي لا باسيون. حوار لنورسات مع المطران كريستوفوروس حول الوضع الراهن في غزة وموقف الكنيسة منها. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.